FM. الكلمة ليك. هل هنالك فكرة متاع بناء جبهة ديمقراطية داخل البرلمان؟ يعني نجم هي اللي معناتها تشد الكفة اللي على اليمين. اكيد احنا هي الجبهة البرلمانية هذه راه بديناها احنا اشهر التالي، راه ماشي معناتها يعمل فكرة جديدة وبديناها ودخلنا فيها. لكن الفكرة يعني رجعت اليوم مرة اخرى. نحب نذكرك يا نبيل، راهو من كان الطرف اللي حاول وانه الجبهة البرلمانية هذه الجبهة معناتها تندثر ويعني ما تقعدش. حركة نداء تونس، انت عارف كنت تفكر في شخص سفيان توبيل خرج يعني في الاعلام وقدش المره قال هذه وليت وكذا وكذا، يعني كان ثم اراده في حركه نداء تونس وانه جبهة هذه اليوم مع انقسام الكتله نتاع نداء تونس. انا اعرف وانه اليوم هنالك الجبهه البرلمانيه عاودت رجعت استرجعت انفاسها، وهذه هي الجبهه قاعده تتحضر، وان شاء الله يعني في القريب العاجل باش تسمعوا حاجه باهيه. شنو استفادت من المعركه هذه مع تبيس وحفقه سبسي؟ الجبهه هذه مش استفادت من هذه المعركه، ولكن هنالك فما شكون في حركه نداء تونس توا كان كما تقول انت ثم برشا واقفين على الربوه ما يحبوش القرار، ولكن شافوا اليوم وانه ثم اشكال كبير، وربما في داخل نداء تونس اليوم ما ثماش يعني حل جذري واضح، ويزمنا احنا نعاودوا نخلقوا مره اخرى هذا التوازن مع حركة النهضة خلينا نقولوا، وهذا هي الحقيقة، وهذا التوازن يجي زاد كيف عبر مجلس النواب الشعبي اللي هو من يقود الجبهة. ما هو ديما القيادة مشكلة. ما تحسش على القيادة، تفهمنا فيها. نحكي على القيادة ممكن نحكي على اندثار الجبهة زاد مرة. متفاهمين في هذه القيادة والمشكلة اللي كانت موجودة في حركة نداء تونس مش موجودة في هذه الجبهة. الكلمة ليك.